شكرا، ألف ألف مرحبا وألف تحية لكل من كيشاهدنا اللحظة. نحن في القناة الثانية وبرنامج فاصلة. مرحبا بك أمينة معنا اليوم. مرتاحة اليوم أكثر؟ الحمد لله. فأنا كنت من لك حظ سعيد إن شاء الله. شكرا. في حلقة اليوم. شكرا. ومعنا كذلك مشارك غنتعرفوا عليه لأول مرة وهو نزار. نزار مساء الخير، شنو كتعمل؟ طالب جامعي. طالب جامعي. فن ربع قانون. نعم. عندك شي هوايات نزار؟ الرياضة، الموسيقى، السينما. كل شيء. يعني أغلبية. أغلبية. غتكون مستعد معنا إن شاء الله. إن شاء أكيد. الله. شنو فيلم كنت كتفوق مثلا واش في الأغاني الجديدة أو القديمة أو الغربية؟ كنستمع لكل شيء ولكن كنميل الكلاسيكي أكثر. الكلاسيكي. مريح. يعني شيء غريب يلقى الإنسان واحد شاب وكيميل الكلاسيكي. كنشجعوك عليه كثير وكنتمنى لك حظ سعيد اليوم. ومعنا كذلك مشارك احنا جيت سعداء باستقباله، جمال الدين. مرحبا سي جمال. شكرا. كيف داير؟ كلشي بخير الحمد لله. اللهم فايت وجيتينا من قبل، كنت مع الجمهور. نعم. ها انت هذه المره هذه كمشارك، فاحنا كما قلت كنكونوا جيت سعداء وفرحانين باستقبالك معنا. شكرا. جمال الدين شنو كتعمل؟ الميدان الفني. الميدان الفني. يا سلام. نعم. ولكن الميدان الفني راه بحر واسع، شنو بالضبط في الميدان الفني؟ الغناء، الموسيقى، الكلمات، الالحان. يعني الغناء، الموسيقى، الكلمات، الالحان، رباعيات. 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 طيب شنو عملتي من يعني بسرعه، شنو ممكن من اعمال عملتي حتى الان في هذا الميدان ديال؟ عملت اغاني مغربيه. نعم. عملت قصائد وزجل. نعم. والحمد لله ان شاء الله غادي نعاود اغاني جديده ان شاء الله. ان شاء الله. على عين، حنا مازال الحلقه ديالنا مازال مستمره وغادي تبقى معنا جمال الدين. كنتمنى لك حظ سعيد في حلقه. شكرا. اليوم. اذا اللحظه اعزائنا الكرام، مع حماس الجمهور الحاضر غادي نبداو الجوله الاولى. يلا نبداو مباشرة أعزائنا، خليكم معنا، تبعونا من الأول حتى الأخير، غادي تشوفوا كثير كثير كما قلت لكم، غادي تكينا هناك مفاجآت. جمال الدين، نزار، أمينة، مساعد الدين، نبداو المسابقة. المقطع الأول. لا 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 لا. نزار. ليه بيفكروني؟ ليه بيفكروني؟ نعم الجواب صحيح. محمد محي نواصل. إذن عندك نقطة نزار هي الأولى، وامشي ونستمعوا للمقطع الثاني. لا 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 لا. أمينة. عبدالهادي بالخياط. عبدالهادي بالخياط بالفعل. جواب صح. قطعة يا بنت الناس، رانا فقير ودراهم يومي معدودة، إنما عندي قلب كبير. نواصلوا إذن، نمشي ونستمعوا لمقطع ثالث. أمينة. عزيزة جلال. نعم. عزيزة جلال. عزيزة جلال. نعم. وأغنية حرمت الحب علي. جوج نقاط إذن لأمينة، ونواصل بسرعة ونستمع لهذا المقطع الموسيقي. جمال الدين. سميرة بن سعيد. الجواب صحيح. لا أنساك ولا تنساني سميرة بن سعيد، هذا كان مقطع منها. نواصل إذن ونمشي ونستمعوا لمقطع موالي. محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب. نعم. كل ذا كان ليه، كان سريع نزار في التعرف على هذا القطعة اللي منحته نقطة ثانية. نواصل إذن، نمشي ونستمعوا لمقطع هذا. أمينة. عتاب. عتاب. نعم. وبالتالي كتأهل أمينة للجولة الثانية. عنوان القطعة جاني الأسمر للفنان عتاب، وغادي تبقى المنافسة بين جمال الدين ونزار. يلا نستمعوا المقطع الماجي. لا 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 لا. حميد الزاهر. الجواب صحيح. عرسنا العزيز أو ليلة الخميس لحميد الزاهر، الجواب كان صحيح. جوج نقاط لجمال الدين وجوج لنزار، فغادي نستمعوا لهذا المقطع ونشوفوا شكون اللي غادي يرافق أمينة للفاصلة الثانية. نستمع. لا 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 لا.
نزار الأسرع أصالة. أصالة نعم. بالفعل أصالة يا مجنون. وبالتالي نزار هو اللي كيتأهل الفصلة الثانية. جمال دي كنشكرك كثير كذلك كنت متألق وكنت حاضر. شكرا. حاضر ولكن دائما عنصر السرعة هو اللي كيلعب في هذه المسائل هذه. جمال الدين قبل ما نودعك طبعا كنقول لك كنخبرك بأنك في استماعنا بقسيمة شراء ديال 1500 درهم. شكرا. صافي تقول شي حاجة بغيتي تقول شي حاجة؟ تحية لأعضاء الفرقة وال فصيلة كاملة. شكرا شكرا جمال الدين. سنعود مباشرة الأكيد مشاهدينا الكرام بعد الفاصل ما تزبطوش. من جديد نواصل معكم مشاهدينا الكرام رحلة برنامج فاصلة اليوم عدد اليوم طبعا نزار أمينة. العنوان ديال القطعة اللي خصكم تعرفوا عليه فهو متكون من جوج ديال الكلمات الأولى فيها أربعة ديال الأحرف ثم الكلمة الثانية فيها خمسة ديال الأحرف. نبدأ مع أمينة غتختاري لي نوطة. رقم واحد. رقم واحد نستمع. نزار. ميادة الحناوي بالغار من خطأ. نعود نستمع مرة أخرى. عندك الحق في إجابة واحدة. أمينة. وردة. نعم طبعا. طبعا بالفعل وردة. مليت من الغربة ونواصلوا غادي نشاهدوا حرف من أحرف من أحرف القطعة اللي هو حرف الألف وغادي نبقاو مع أمينة غتختاري لي نوطة. رقم اثنان. رقم جوج نستمع. نزار. ظلموه عبد الحليم حافظ. يا سلام جواب صحيح ظلموه عبد الحليم حافظ. شوفوا حالا على حرف من أحرف القطعة هو الكاف. في أي لحظة ممكن لك يعطيني جواب صحيح ممكن يعمل اقتراح. نواصله معك نزار. حرف رقم خمسة. رقم خمسة نستمع. نزار. ميادة الحناوي. لا خطأ. نعود نستمع مرة أخرى. أمينة. وردة. لا ولا وردة هي قطعة لفايزة أحمد والاسم ديالها شهرين وشوية. نواصلوا نشاهدوا حرف آخر من أحرف القطعة اللي غادي يكون هو حرف الحاء. أمينة اختاري نوطة. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة نستمع لهذا المقطع. نزار. سيد مكاوي يا حلاوة الدنيا. يا حلاوة الدنيا نعم سيد مكاوي. لحظة وغادي نشاهدوا جميعا حرف من أحرف القطعة وممكن نزار تعمل شي اقتراح إذا طبعا تعرفتي على عنوان القطعة ديالنا اليوم. فداك الروح. فداك الروح نعم الجواب صحيح. فداك الروح الجواب صحيح. بالتالي نزار هو اللي كيتأهل للفاصلة الثالثة. مفاجأتنا ما غاديش مفاجأة كتير كتير غادي تفاجئوا بها كلكم حتى الحضور الكريم. فمعنا صاحب قطعة فداك الروح الفنان العربي المصري الكبير محمد الحيلو. تفضل. مرحبا. نستمع إلى فداك الروح. فداك الروح يا روح الروح فداك كل شيء فيا فيا فداك عيش سنين مجروح ولا تعيش في جرح ثانية ثانية فداك الروح يا روح الروح فداك كل شيء فيا فيا فداك عيش سنين مجروح ولا تعيش في جرح ثانية ثانية ده انا قلبي يا روح الروح بالي كتابك ده انا قلبي يا روح الروح
تحية كبيرة للنجم العربي محمد الحلو. شكرا تصفيقات. الأكيد كنتمنوا أكيد مشاهدينا الكرام تكون هذه مفاجأة نالت إعجابكم، فكان أستاذ محمد الحلو ضيفنا، وكان عنوان القطعة اليوم أغنيته فداك الروح هي اللي كان خص المشاركين ديالنا يتعرفوا عليها، فتعرف على نزار هو اللي كيتأهل الفاصلة الثالثة. أمينة كنشكرك كثير على مشاركتك خلال الحلقتين فاصلة، فمجموع فوز ديالك هو 7500 درهم. خليكم معنا، سنرجع لكم بعد الفاصل. يلا نبدأ في الاستماع مقاطع الموسيقية. المقطع الأول. نزار حلوين والله عيونك. طيب بالضبط العنوان أو الفنان؟ سيد مكاوي. الجواب صحيح. نعم الغالي علينا العنوان ديالها هي اللي الفنان سيد مكاوي، وكذلك أداها الفنان جورج وصوف فيما بعد. نواصل إذن ونمشيو للمقطع الثاني. نزار أنساك. نعم السيدة أم كلثوم، الجواب صحيح. نواصل ونمشيو للمقطع الثالث. إبراهيم العالمي؟ لا لا خطأ. ما زالك 31 ثانية. مشيوا للمقطع الرابع. أحلام؟ لا ماشي أحلام. خلي حاول خلي شوية الموسيقى حتى أنك تعرف على الأقل يدخلوا الجمل الموسيقية باش تعرفها. يلا نمشيوا لذا المقطع الخامس. ناس غيوان. ناس غيوان نعم أكيد الجواب صحيح. يا صاح ونمشيو للمقطع السادس. لا وردة. لا خطأ. لا يا نزار لا. مشيو نسمعوا المقطع السابع اللحظة. لا 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 عبد المجيد عبد الله. عبد المجيد عبد الله نعم الجواب صحيح. اتدلع اتدلع يا كيدهم. مازال لك الوقت وغادي نرجعوا لك من المقطع اللي ما عرفتيش كان هو الثالث. كل شيء ممكن. معطيب القاسم. لا خطا. امشوا للمقطع الرابع. استمع. نوال. نوال نعم الجواب صحيح. تهاديني الجواب صحيح. 14 ثانية مشيو للمقطع السادس. شجعوه كثير ممكن يربح نزار اليوم ممكن. يلا شكرا. سمع إذن لهذا المقطع السادس. خذ وقتك وتمهل. نزار لطيفة رأفت. لطيفة رأفت نعم الجواب صحيح. دنيا يا دنيا ديال الفنانة المغربية لطيفة رأفت. مازال نزار مقطع واحد ومازال ليه 8 ديال الثواني. خذ وقتك وممكن غادي تفوز اليوم. يلا لنستمع إذن. عبد الهادي بالخياط. ماشي عبد الهادي بالخياط. غادي نعاودو نستمعو مرة أخرى. إسماعيل أحمد. لا ماشي اسماعيل احمد، ولكن حاول تخلي شويه ما تدوسش عليهم كلهم. خلي شويه واسمع غير ما تمشيش بعيد. يلا حميد زاهر. لا شويه مشيتي بعيد. نعاودو نستمعو. يلا لا عبد الواحد الدكاري. لا 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 يا نزار مازالك اخر فرصه. شجعوه ممكن يلقاه. ممكن ممكن يا نزار. يلا بغيتك تربح بغيتك تربح. يلا ممكن. يلا اخر فرصة استمع. لا 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 وللأسف الوقت انتهى.
فكانت قريب نشجعوه كثير نصفقوا عليه، كان قريب من الفوز. اللي كان بقات لك هي أغنية العنوان ديالها الساقي ديال الفنان محمود الإدريسي، غتبقى عاقل عليها دائما وغادي تحفظها هذه كمان. شكرا أيها الحضور الكريم. نشكر مرة أخرى الفنان محمد الحلو اللي حضر معنا على إيقاع الموسيقى. أقول لكم إلى اللقاء. حلوين من يمنى والله قلوبنا كويسة، وبقدم أحلى